السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين قناة شيو سوسو، نتمنى لكم تكونوا في أحسن الأحوال. جيتكم اليوم بهاد الفلفلة مشوية، سلاطة ديال الفلفلة كتجي رائعة مع هاد لي بيستيكات ديال الدجاج، يعني شي حاجة اللي بسيطة على الشاي خفيف. حبيت اني نوصل نشارك معكم هذه الفكرة هذه، وخصوصا ديال الفلفلة، يعني راه زوينة رائعة، يعني متأكدة الا جربتوها راه غادي تولي معتمدة عندكم. هاد الشلاضة يعني كتقدم وهي باردة، كتجي لذيذة، واحد المذاق رائع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، بقاو معايا نشوفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، هنا عندي واحد الكمية ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج مقطع شرائح على هذا الشكل، هذا البيستيكات هو شرائح، يعني راه الجزار هو اللي كيقطع منكم على هذا الشكل هذا، باش كيجيو ساهلين، يعني ما كياخذوش لنا الوقت في الطياب، كيطيبوا بسرعه. بالنسبه هنا فين غادي نرقدهم، في هذه الشويه ديال العطريه اللي عندي، عندي ثلاثه فقط، عندي الحامض والبزار والملح، يعني تقريبا واحد نص حامضه، ثلاثه ديال الكواشر كبار ديال الحامض، او شويه عند واحد الملعقه صغيره ديال البزار والملح على حسب الرغبه ديالكم. يعني هادو هما التوابل فقط فاش غادي نرقدهم فقط، يعني بلا ثومه بلا تحميره بلا خرقوم، راه كيجيو زوينين، كتجي لذاد. المهم غنرقدهم انا واحد تقريبا ساعه ديال المكنه، 40 دقيقه، باش ما كفوتوا اكثر، راه كيتشربوا مزيان هذاك الحامض والملح والبزار. غنرقدهم كاملين هنايا وندوز باش نحضر الشلاطه ديال الفلفله. هنا ملي خليت هذاك الدجاج كيترقد، غادي ندوز الفلفله. عندي هنا ثلاثه ديال الفلفلات، يعني على حسب الاشخاص اللي كاينين الكميه اللي بغيتو. غسلتهم مزيان، هي الاولى، من الاحسن دائما الفلفله ملي تشوى ما تقربش للماء، غسلتهم مزيان، يعني عندي ثلاثه ديال الفلفلات كبار، وغادي نشويهم الطريقه العاديه ديالنا اللي كنشويو فوق البوطه. هنا ملي شويت هذيك الفلفله، يعني الطريقه باش كنقشرها كلي قلت لكم، يعني ما نطلقش، يعني كاين عكس، كاينين الناس اللي كيشوفوا الفلفله، يعني انا شفتهم كيشوفوا الفلفله كيطلقوا عليها الروبينه باش كيغسلوها. ملي كنديروا لهذه الطريقه هذه، يعني كتمشي ديك اللذه ديال انها مشويه، ما كتبقاش فيها ديك البنه. احسن طريقه يعني غير اللي جبدوها وهي باقا سخونه كنقشروها بحال هكا، يعني كديري يدك تطلق عليهم الروبيني يدك فقط، او كديري شي اناء فيه الماء، يعني ساهله بسرعه، وما كتخ... يعني كتبقى الفلفله هي بالمذاق ديالها. المهم هذيك فكره، يعني راه قلت لكم كاينين الناس اللي كيغسلوها، انا بعدا شخصيا ما كتعجبنيش، انا كنغسلها قبل، من بعد ما كنغسلهاش ملي كتشوى. هذه الطريقه اللي كندير باش كنقشرها، ما كتاخذش وقت خصوصا ملي كتكون باقي سخونه، راه بالزربه بالزربه كتحيد هذه القشره ديالها. صافي، بالنسبه للتقطاع راه عادي ديال الفلفله، غنحيد من هذيك الزريعه ديالها اللي كتكون فيها لداخل، وغنقطعها شرائح طوال، يعني طوالين. المهم بغيتو تقسموا مثلا على جوج في العرض، ولكن احسن ملي كتجي كطويله كتجي افضل، ولكم الاختيار، يعني بغيتو ديروا تقطعوها على جوج مثلا في العرض عادك ديروا هكا. المهم هذا الشكل هذا طولي كيجي بالنسبه لهذا الشكل هذا كيجي زوين. نحيدو هذيك الزريعة، ونقطعوها. صراحة راه هاد الشلاضة والله العظيم إلا كتجي لذيذة بزاف وزوينة، وش حاجة اللي سهلة بسهلة، يعني بسيطة. الفلفلة دائما كتكون يعني بلا بنادم دائما غيقلي أو شي حاجة، بحال هاد الشلاضة كزوينة، يعني كترافق أي حاجة، مشي مشويات أو مرقة مع العدس او اللوبيا، اي شي حاجه يعني كتجي زوينه. ها انتم انا قطعتهم على هذا الشكل هذا الطولي رقاق، انتم لكم الاختيار، يعني بديروه تقطعوا على هذا الشكل هذا، بغيتوا ديروه معرض ماشي مشكل. المهم كنمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كامل الكميه اللي عندي. Thank you.
كنشدو مقله فاش غادي نديرو هاد الفلفله، غناخد واحد الكميه تقريبا نصف كاس ديال زيت الزيتون، يعني ضروري زيت الزيتون ماشي زيت المائده، مع 3 الفصوص ديال الثوم او 4، يعني ليكم الاختيار. نديرو فواحد المقله ونشحرو هاد الثومه واحد شويه، يعني مع التحريك المستمر باش ما تحرقش لينا هاد الثومه، لان بسرعه كتحرق غير كيسخن الزيت. المهم كنحركوها شويه جوج المرات او 3 حتى كان يعني راه كيبان لنا الزيت، راه هو يعني بدا كيطيب هذيك الثومه كتشحر، عاد غادي نضيفو هذيك الساعه الفلفله. ملي غادي نضيفو هذيك الفلفله غنبقاو دائما نحركو يعني باستمرار باش ما تحرقش لينا هذيك الثومه وتحرقش الفلفله. راه هاد الفلفله والله العظيم يعني صدقوني راه كتجي زوينه بزاف بهذه الطريقه، هذه كتجي لذيذه، يعني كلكم انكم ديروها وتحتفظوا بها في الثلاجه، ما كت يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه الوقت اللي بغيتوها. والزوين فيها هي كتكال انها بارده، يعني ماشي تكون سخونه. ولا نحركو عاد غادي نزيدو قليل من العطريه. المهم انا هنايا اكتفيت بالملح والبزار والتحميره وملي اللي درت فقط. من بعد عاد كنزيد واحد شويه ديال الزعتر، يعني حتى الاخير المرحله الاخيره غير نحركو شويه مازال دائما مع التحريك باش ما تلصقش او شي حاجه. ونزيدو شويه ديال القزبر مقطع، يعني الربيع او قزبر ومعدنوس تقريبا واحد كشاره كبيره ملعقه كبيره. اللي بغى عطريه اخرى يمكن لكم، اللي بغى مثلا خرقوم او سكنجبير، ولكن ماشي يعني هي غير سلاطه، من الاحسن بلاش، يعني غير الابزار والملح ثومه شويه د الربيع. هنايا في الاخر غادي نزيد شويه ديال الزعتر، ملعقه صغيره تقريبا، ونطفي عليه البوطه. عاد غادي نزيد من الاخر، غنخلي الحامض حتى الاخير حتى المرحله الاخيره، يعني حتى نطفي، يعني من الوقت اللي دزت الزعتر نحرك غير واحد شويه وغادي نطفي. صافي هنا غادي نطفي البوطه، وغادي نزيد واحد جوج ملاعق تقريبا ديال الحامض، الحامض او الخل، المهم اللي متوفر. ما كاينش الحامض راه نفس النتيجه، ديروا الخل صافي كطفيو عليه. وهي الشلاضه ديالنا جاهزه. ملي غادي نضيفو هذيك الفلفله غنبقاو دائما نحركو يعني باستمرار باش ما تحرقش لينا هذيك الثومه وتحرقش الفلفله. ترى هاد الفلفله والله العظيم يعني صدقوني راه كتجي زوينه بزاف بهذه الطريقه، هذه كتجي لذيذه، يعني كلكم انكم ديروها وتحتفظوا بها في الثلاجه، ما كت يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه الوقت اللي بغيتوها. والزوين فيها هي كتكال انها بارده، يعني ماشي تكون سخونه. ولا نحركو عاد غادي نزيدو قليل من العطريه. المهم انا هنايا اكتفيت بالملح والبزار والتحميره وملي اللي درت فقط. من بعد عاد كنزيد واحد شويه ديال الزعتر، يعني حتى الاخير المرحله الاخيره غير نحركو شويه مازال دائما مع التحريك باش ما تلصقش او شي حاجه. ونزيدو شويه ديال القزبر مقطع، يعني الربيع او قزبر ومعدنوس تقريبا واحد كشاره كبيره ملعقه كبيره. اللي بغى عطريه اخرى يمكن لكم، اللي بغى مثلا خرقوم او سكنجبير، ولكن ماشي يعني هي غير سلاطه، من الاحسن بلاش، يعني غير الابزار والملح ثومه شويه د الربيع. هنايا في الاخر غادي نزيد شويه ديال الزعتر، ملعقه صغيره تقريبا، ونطفي عليه البوطه. عاد غادي نزيد من الاخر، غنخلي الحامض حتى الاخير حتى المرحله الاخيره، يعني حتى نطفي، يعني من الوقت اللي دزت الزعتر نحرك غير واحد شويه وغادي نطفي. صافي هنا غادي نطفي البوطه،
وغادي نزيد واحد جوج ملاعق تقريبا ديال الحامض، الحامض او الخل، المهم اللي متوفر. ما كاينش الحامض راه نفس النتيجه، ديروا الخل صافي كطفيو عليه، وهي الشلاضه ديالنا جاهزه. انا خديت هنا واحد جوج البيضات ضربت بيهم مزيان، وعندي واحد الكميه من الشابلور من الخبز المحمص اللي معروف اللي كنديروا فيه هاد كنستخدموه في هاد الوصفات هكا ديال التقليد ديال الشرائح ديال الدجاج. يعني كناخد هذاك البيستيكه كنغمسها مزيان في البيض، يعني من الجهتين يعني كندوزها مزيان، وكنحطها في هذاك الشابلور كنعمرها به، يعني كندورها فيه مزيان. هذا الشابلور كيعطيه واحد التزوينه وكيجي مقرمل داك الدجاج وطايب. وعلى فكره راهو كيتقلى في الزيت وما كيهزش الزيت نهائيا، مع العلم انا راني مش كترش الزيت في القلي، ولو كاع انكم يعني تكون يعني الزيت كثيره ما كيشربش الزيت، كيجي ناشف من الداخل. يعني كنمشيو كامل بنفس الطريقه، كامل هذوك الشرائح اللي عندنا ديال الدجاج كنغمسوهم مزيان مزيان في البيض، كنحزوهم كندوزهم عاوتاني في هذاك الشابلور، ونمشيو بهذه الطريقه حتى نكملو كامل. هنا ملي درت الزيت سخن مزيان كناخد كنحط فيه هذوك البيستيكات ديالنا اللي درت في البيض وفي الشابلور صافي. يعني هما راه بالزربه كيطيبوا ما كياخذوش وقت، ومع العلم انهم مقليين في الزيت، راه قلت لكم مره اخرى ما كيجوش هزين الزيت من الداخل نهائيا، راكم غادي تجربوهم. انا راني مانيش مكثره كاع الزيت في المقله، يعني دايره غير شويه القياس، يعني ما قليلش ما كثير. يعني هما راه بالزربه كيتحمروا، كنحطوا هذاك الورق ديال المطبخ، ربما يعني كينصن غير شويه داك الزيت اللي كاين من الفوق صافي. نمشيو بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. وصلت نهاية الفيديو معكم بهذه الوصفة البسيطة اللي تشاركت معكم اليوم، ديال البيستيكات ديال الدجاج اللي مقليين بالبيض والشابلور. كما كتشوفوا راه كيجيو طايبين هشاشين، في نفس الوقت ما فيهمش الزيت، يعني ما كيهزوش الزيت، ما كيجيوش هازين الزيت بزاف. يعني فكرة زوينة بسيطة وخفيفة للغداء والعشاء، ومع سلطه ديال الفلفله يعني كنخليها حتى لاخر مرحله حتى كنبغي يعني نقدموها. كنزيدو على واحد الكشاره كبيره من زيت الزيتون، كيجيها زوين يعني كيعطي واحد النكهه زوينه. نتمنى هاد الوصفات البساط ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم دائما ودائما على المتابعه والتعليقات ديالكم. شكرا لكم بزاف، وموعدنا فيديو قادم ان شاء الله.